العرس بتاعه. هو العريس كده زي ما بيقولوا. يا شريف، شريف سيد، اهلا. ازيك يا شريف؟ اهلا صباحك. الف مبروك عليك طبعا وعلى كل زمايلك. الله يبارك فيك. مبروك يا شريف. قول لنا يا شريف كده الفكره بتاعتكم الاول، اشرح لنا كده بشكل مبسط المشروع بتاعكم عباره عن ايه وبتعملوا ايه؟ بصوا، الموضوع ببساطه شديده جدا، بحيره قارون هي واحده من اقدم البحيرات الطبيعيه الموجوده على مستوى العالم، وهي من اكبر البحيرات المصريه في انتاج السمك. اللي حصل ان بحيره قارون نزل انتاج السمك فيها من 70% ل 10%، وده كان ليه اثر سلبي على كل انواع الاسماك بما فيهم الجمبري. حضرتك سامعني مش كده؟ اه تمام. ففوجئنا ان الناس هناك، طبعا معظم الناس هناك شغالين صيادين، فحالهم اتدهور، ابتدوا يهاجروا اسوان، يهاجروا السودان، يهاجروا البحر الاحمر. ليه؟ لان هم محتاجين يشتغلوا بالصيد، وفي الاخر ما بيجيبش لاهله ازيد من 500 600 جنيه في الشهر. الستات كان عندهم ثقافه زمان عشان يعلوا الدخل بتاعهم ايام ما كان في صيد، كانوا بيقشروا الجمبري عشان يبيعوا الجمبري متقشر فيكون اغلى. فلما اتحوجوا بعد كده لان هم محتاجين فلوس، بقوا خدوا تقشير الجمبري كمهنه اساسيه عشان يقدروا يتكسبوا منها. تقعد الست تقشر لها 20 30 كيلو في اليوم، تاخد لها اخر اليوم 7 8 جنيه بمعدل 300 جنيه في الشهر كدخل شهري. طبعا ده يعني اقل اكتر من 10 مرات من الحد الادنى للاجور. فده طبعا اصل زي ما قالت الدكتوره فاطمه على الاطفال، ان الست ما بقاش معاها فلوس تعلم اولادها، ما بيدخلهمش المدارس. نسبة التفريط في التعليم زادت، لقينا ان في مجتمع كامل انهار يعني. ولقينا هناك علمتنا ازاي نبص للمشاكل كفرصه حل، وازاي نبص ان احنا ازاي نحاول نعمل زي ما بيقولوا كده من الفسيخ شربات. فبصينا على الحاجه الوحيده اللي عملت تلوث بيولوجي للبحيره، وهي بالنسبه لهم زيرو كوست وملهاش اي مشكله في حياتهم بيستحبوهم منها، وهي قشر الجمبري اللي هم بيقشروه كل يوم. القشر ده بيروح فين؟ يا بيرموه للبط يا بيرموه في البحيره. ومن هنا جه فريق، دور الفريق بتاعنا سواء الماركتنج او الار ان دي، ان هو يسمع من الناس بيعملوا ايه ده. وفوجئنا ان لحم البط هناك اللي هم بيقفلوه القشر الجمبري ريحته ريحه الجمبري بالظبط. ومن هنا جات لنا فكره ان احنا ممكن نعمل منه نكهه وممكن نعمل منه توابل. وابتدينا نشتغل على عمليه استخلاص واستخراج توابل طبيعيه 100% من قشر الجمبري اللي هو الزيرو كوست. وابتدينا الست اللي كانت الشوال القشر بتاعها ال 10 كيلو بتبيعه ب 70 جنيه بقت بتبيعه ب 500 جنيه. بعدين لو احنا بنعمل نيدز اسسمنت لقينا ان في اراضي زراعيه كبيره جدا، طبعا الفيوم من اكبر المساحات الزراعيه الموجوده في مصر. ففي اراضي حوالين البحيره كتير جدا تضررت بفعل ملوحه البحيره الناتجه عن القشر. فحاولنا ان احنا نلاقي حل للمشكله دي، واحنا شغالين في النيدز اسسمنت لان في منطقه الملاصقه للبحيره لان في ناس خصوبه عاليه جدا فيها. طب ليه؟ لان الناس اللي هناك لما كانوا بيرموا القشر تحلل القشر تحلل طبيعي جدا. القشر بيتكون من ثلاث حاجات، بروتين ومينرالز اللي هي المعادن، وماده اسمها الكايتين اللي بعد كده بتتحول لشيتوزان. وده كان دور فريقنا ان هو يقدر يستخرج الشيتوزان من قشر الجمبري، وبعد ما يستخرجه يقدر يخلي عمليه الاستخراج بتاعته دي سهله وبسيطه، بحيث ان الناس الطبيعيين البسطاء اللي هناك في القريه يقدروا يعملوه بشكل حي وبسيط جدا. ونستبدل شغل المعمل والصوديوم هيدروكسيد والكلورايد والحاجات دي كلها بخل وخميره. طيب شريف، هل بداتوا تنفيذ المشروع او فكره المشروع على ارض الواقع؟ طبعا طبعا طبعا. احنا يعني عندنا البروسيس بتمشي من اول الفكره، وبعدين البروتوتايبنج، يبقى معانا بروتوتايب، بعدين بنبدا نمكن الناس هناك لحد ما بنوصل للماس برودكشن. احنا وصلنا لمرحله الماس برودكشن، بنطلع كميه كويسه جدا، قدرنا ان احنا نمكن 800 سيده في القريه هناك، بيطلعوا خطوط انتاج كامله، والخطوط الانتاج اللي بيطلعوها بتتباع فورا، لان احنا عاملين من خلال البي ار تشانلز بتاعتنا عاملين كونتراكتس مع شركات كتير جدا عشان نضمن السستينابيلتي بتاعت المشروع بتاعنا. تمام. مبروك يا شريف. الله يبارك فيك. الف مبروك وسلامنا طبعا لكل زمايلك، والف مبروك عليكم كلكم. احنا بنشكر حضرتك وبنشكر صدى البلد على تغطيتهم الرائعه لنجاحات الشباب، ودي جزء من الرساله الاعلاميه اللي حضرتكم بتقدموها. الف مبروك وبالتوفيق والنجاح دايما ان شاء الله يا شريف، نورتنا. شكرا طيب جدا. يعني والله مشاريع واعده جدا طبعاً. وشباب يفرح وبالتوفيق واي